اكثر واحده ترحمك وتعطف اكثر عليك، واحده وياي. شنو توجه رساله حق الوالده؟ الحين الوالده راح تشوف الحلقه والوالده راح تسمع الكلام، شنو توجه رساله للوالده؟ اقول لها صبري علي، اتمنى انها تصبر علي، ما ادري اني متعبه بس ما اقدر كلامي. انت بس ذكرت الوالده خلقتك العذراء. هذه الوالده هذه ارحم الناس بالعيال، الام ما في ارحم من الام بالاولاد، وان شاء الله راح تردها الجميل يوم القيامه، راح تردها الجميل، هذا اجر كله في ميزانها، هي ايضا مستفيده، هي حسنات كلها في ميزان حسناتها بإذن الله عز وجل. والأم تتمنى لو تحرق نفسها بالنار ولا يصيب ولدها شيء، هذا الأم. وجه رسالة لعقول أمهاتهم يا إبراهيم، وجه رسالة لعقول أمهاتهم، انصحهم لعقول أمهاتهم. أقول لهم هذا يومكم، ما أحد غيرها راح يدوم لكم لو رحتم. الله يثبتنا وياك على طاعته، واحنا اسفين اليوم ترى ثقلنا عليك يا ابراهيم. لا مشكلة. ويمكن ذكرناك باشياء شويه ضايقتك شويه، لكن الدمعه عشان الام تسوى، صح ولا لا؟ وجه كلمه حلوه حق امك. الله يخليك. الله يخليك.